بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يسرنا ان نرحب اليوم بمجموعتين من الاباء، الاباء الاريتريين ومعهم نيافة الانبا مكاريوس وايضا نيافة الانبا سرافيم من الكنيسة الانجليزية الارثوذكسية، وسينضم الى كنيستنا ان شاء الله. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول، واحدة بتقول: أنا يا سيدنا من وقت ما فكيت الخطوبة وأنا مش واثقة في أي إنسان يتقدم لي، علشان الخطوبة دي كانت قاسية جدا، فعايزة من قدسك انك تقولي كيف اختار شريك حياتي. هو انت يا بنت اللي هتختاري ولا هما اللي هيختاروكي؟ يعني اطلبي ان ربنا يبعتلك واحد كويس ويناسبك، وخليك عينيك مفتحة في فترة الخطوبة، وتتأكدي انك تقدر تعيشي معه. معلش، يا ما في بنات فكوا خطوبتهم وربنا رزقهم بحاجات افضل بكتير. واحد بيعلق على الآية اللي جت في انجيل الساعة الثالثة من يوحنا 14: لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم منه. دي بيتكلم عليها السيد المسيح من الناحية البشرية. من جهة اللاهوت، الاب مش اعظم منه في اللاهوت، لكن من جهة ان هو اخلى ذاته واخذ شكل العبد ووضع نفسه وصار كانسان، اصبح الاب في مجده اعظم من هذا الوضع يعني. ومع ذلك تلاقوا الآية دي وتفسيرها موجودة في الجزء الثامن من كتاب سنوات مع أسئلة الناس. الجزء الثامن صدر اليومين دول، وفيه أسئلة لطيفة جدا وردود على كثير من الشكوك التي توجه إلى لاهوت المسيح. أحب أنكم تقتنوه وتستفيدوا من أحسن الكتب بتاعت سنوات مع أسئلة الناس، هتلاقي فيها الإجابة على السؤال. واحد بيسأل على الشجرة التي لم تعطي ثمر لمدة 3 سنوات، وقيل اتركها هذه السنة أيضا، فإلى ماذا يشير اتركها هذه السنة؟ يشير إلى أن ربنا بيعطي فرصة لأسوأ الخطاة اللي بقاله مدة طويلة ما بيجيبش ثمر، فيديله فرصة لعله يأتي بثمر. واحد بيقول: لماذا سبط لاوي لم يدخل ضمن الأسباط 12؟ سبط لاوي كان نصيب الرب وكان الرب نصيبه، بقية الأسباط كان لهم ميراث في الأراضي، لكن سبط لاوي ما كانش له ميراث، كان ربنا هو اللي نصيب، اللي بقى منه الكهنة واللاويين أي الشمامسة. واحد بيقول: قرأت لأحد الآباء هذا الكلام، أما الروح فمن الله تهبط في بطن الأم لتتحد ببذرة الحياة المتكونة من الأب والأم، من الأب والأم، فهل الروح مولودة أم مخلوقة؟ لو كانت الروح مخلوقة
وربنا يحطها في الإنسان، يبقى دي طبيعة أخرى غير الطبيعة الآدمية اللي احنا خلقنا به. يبقى كأننا احنا عندنا طبيعتين، طبيعة من آدم وحواء وطبيعة جديدة علينا هي الروح، وهذا ما لم يقل به أحد من الآباء الموثوق بتعليمهم. كمان لو كانت الروح مخلوقة تبقى لم ترث خطية آدم وحواء، لأن مخلوقة حاجة جديدة. وهذه النقطة تعرض لها القديس أوغسطينوس في حواره مع جيروم، وقال: إذن لماذا نعمد الأطفال ما دام اتولدوا بروح جديدة لهم ما ورثتش الخطية الأصلية؟ ولو كانت الروح مخلوقة يبقى السيد المسيح راخر مشي بالشكل، يبقى فيه طبيعة بشرية وطبيعة إلهية وروح تانية، دي حاجة تلخبط العقل. حاجة تانية، البعض قال لو كانت الروح مخلوقة يبقى نزلت امتى؟ نزلت من عند ربنا امتى يعني؟ والاشخاص الذين يؤمنون بهذا الامر يقولوا اذا ممكن عملية الاجهاض ما تبقاش خطية لان الروح لسه ما نزلتش. وابتدوا بقى يقولوا تنزل في اليوم الاربعين، تنزل بعد 4 اشهر، ودخلت الحكاية في ادوار ما نقدرش نوافق عليها. ويبقى احنا فينا عدة طبائع. لا نوافق على ان الروح مخلوقة، وانما الانسان بطبيعته بيولد بكل ما يناسب هذه الطبيعة. زي ما الحيوان مثلا بيتولد بنفس وجسد، الإنسان بيتولد بنفسه جسد وروح. واحد برضه بيقول: لماذا المسيح قال إلهي إلهي لماذا تركتني وهو على الصليب؟ يقصد أن اللاهوت تركه يتألم بحيث لو كان ما يتألمش يبقى عملية الصليب دي ما فيهاش لا آلام ولا دفع ثمن ولا حاجة. مش تركه يعني انفصل عنه، يعني تركه للألم، يعني لم يمنع الألم عنه. واحد بيقول: بنقول في الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات، بنقول ليأتي ملكوتك. يعني إيه ليأتي ملكوتك؟ إن شاء الله طلع لكم كتاب عن أبانا الذي دي. ليأتي ملكوتك ممكن يكون لها 3 معاني. ملكوت الله في قلب الإنسان، يعني ربنا يملك على مشاعره، يملك على أفكاره، يملك على رغباته، ويملك على حياته كلها. دي ليأتي ملكوتك. وليأتي ملكوتك أيضا تعني ملكوت الله على الأرض، الأرض اللي مليانة من الناس الذين لا يعرفون الله، ودي بالملايين من الناس. فبنقول يا رب املك على الأرض بحيث ان كل إنسان يكون في داخله بتاع ربنا. والمعنى الثالث بليأتي ملكوتك، الملكوت الأبدي اللي ربنا ينتهي فيه هذا العالم ويبقى الكل في ملكوت الله في السماء فيما لم تره عين
ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. واحد بيقول هل الخطية لها درجات وإيه درجاتها؟ طبعا ليست كل الخطايا زي بعض، خطايا درجات. فمثلا جايز تكون خطية مجرد أفكار أو شهوة في القلب، وجايز تكون الخطية خطية عمل، يعني ما في القلب من شهوة أو من رغبة وما في العقل من فكر تحول إلى حاجة عمل، ودي طبعا أصعب. وفي خطايا قاصرة على الإنسان وحده، وفي خطايا خاصة بآخرين. فمثلا لما أنت تغضب داخل قلبك غير لما تغضب غضب يبان في أسلوبك في كلامك إلى آخره. الخطية اللي جوه القلب غير خطية الغضب اللي بتزعل فيها ناس وبتكون عداوات بينك وبينهم، طبعا دي غير دي. كمان الخطية اللي ضد الله غير الخطية اللي ضد الناس. والخطية درجات من حيث مكان ارتكابها وزمن ارتكابها ومع مين ارتكب الى اخر. واحد بيقول في احدى رسائل بولس الرسول يقول واما انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. فما معنى لبستم المسيح؟ الايه دي في غلاطيا 3:27. لبستم المسيح يعني لبستم البر الذي في المسيح. يعني انت لما بتعتمد الانسان العتيق بتاعك بينتهي ويولد إنسان جديد في نفس بنفس بر المسيح. هذه عبارة لبستم المسيح يعني لبستم البر بتاع المسيح. واحد بيقول إنني في أشد الحيرة وأرجو أن ترشدني إلى الحل لكي يستريح ضميري. ابن عمتي قام بخطبة بنت عمي منذ عام، وقادتنا الظروف لمعرفة أشياء عن الخطيب إذا عرفها أهل خطيبته لقاموا بفسق الخطبة. وعند مصارحتي له بهذه الأشياء لم ينكرها، وعندما طالبت بمصارحة أهل خطيبته رفض وقال لي بأن خطيبته فقط على علم بكل شيء. إنني لا أستطيع التقدم للأسرار المقدسة بسبب هذا الموضوع، مع العلم بأنني علمت هذه الأشياء عند سفري إلى الخارج في البلد التي يعيش فيها هذا الخطيب الذي أكرمني كل الكرم في فترة وجودي معه. إكرامه ليك ملهوش دعوة بأن في أسرة هتتكون تكون فاشلة أو ماشية كويس، يعني لازم تفرق الموضوعين دول عن بعض. هو بيقول لك إن الخطيبة عالمة كل شيء، يا ريت تقعد مع هذه الخطيبة اللي عارفة كل شيء واسألها هل هي تعرف الحقائق اللي عندك ولا لا، وهل هي تخاطر بأن حياتها تضيع ولا لا. وممكن تقول لها لازم تعرفي والدك ووالدتك بالحقيقة دي، وما تفرحيش بأنك تتجوزي على طول أو تسافري إلى الخارج إذا كانت الأمور تستدعي فك الخطبة. في بنات يحبوا يتخطبوا وما يهمش تتفك أو ما تتفكش، يقول لك أهو عصفور في اليد خير من 10 على الشكر.
وجايز العصفور اللي في اليد يطير من اليد، يعني مش حاجة مضمونة. كمان دي تتوقف على اي نوع الحاجات اللي انت تعرفها. هل هي مثلا قانونا تمنع الزواج؟ اذا كان كده يبقى لازم تخش في الموضوع، وإلا كأنك بتداري على حاجة ما تضيع الكل. برضو اقعد مع البنت وصرحها، وخلي البنت تقول لأبوها وأمها. نكتفي بالحاجات دي ونخلي الباقي. واحد سألني عن العرافة بتاعت صموئيل دي، جايز نتكلم عليها النهاردة. أي حاجة كده ترنيمة بسيطة ونخش. شاول الملك دي تدينا فكرة عجيبة عن علاقة الله بالناس. كان زمان في الأول ربنا بيحكم الناس عن طريق الأنبياء وعن طريق القضاء اللي هو بيختاره، وبعدين جم الناس قالوا واحنا ليه ما يكونش لينا ملك زي الباقيين؟ ويبقى كأنهم مش عايزين صموئيل النبي اللي كان هو قاضي الشعب. صموئيل قال لربنا هم لم يرفضوك انت، بل رفضوني انا عن ان انا املك عليهم. يعني كان ربنا هو اللي بيملك على الناس، هو اللي بيدبر امورهم، مشيئة الله يعلنها إلى رجل الله نبيا كان أو قاضيا، وبيمشيهم بنفسه. هم عايزين ملك، عايزين مظاهر، عايزين عرش، عايزين تاج، عايزين مظاهر الملك المتعددة. ربنا قال ما فيش مانع ننفذ لكم رغبتكم، ننفذ لكم رغبتكم. تنازل ربنا عن هذا الحكم المباشر لكي يكون لهم ملك يخضعون لأوامره، دي تورينا ايه لطف الله وطيبته في معاملته للناس. معلش عايزين ملك، اجيب لكم ملك. وهو عارف ان هذا الملك هيلخبط اخر لخبطه. معلش
يجيب لكم ملك ولو يلخبط. عجيب ربنا في هذا الموضوع. وهجيب لكم ملك اجمل واحد واطول واحد. كان شاول الملك ده اطول واحد في الشعب، لما يمشوا الناس يبقى اطول واحد وصل لكتفه، اطول واحد في الشعب وصل لكتفه وهو بارز عن الناس. وكان جميل جدا، ما فيش حد احسن منه. شوفوا الكتاب بيقول ايه. شاول شاب وحسن، ولم يكن رجل في كل بني اسرائيل احسن منه، من كتفه فما فوق كان اطول من كل الشعب. شاول ده يدينا فكرة عن الملك الشرير. وبعدين تقول طب يا رب انت توافق على كده؟ ربنا اعطى مبدأ تكافؤ الفرص للكل، زي ما ادى مبدأ تكافؤ الفرص ليهوذا انه يبقى واحد من الاثني عشر زي بعض، ادى المسألة كمان لشاول اللي هو كان ملكا سيئا. ومش بس كده، وأعطاله أيضا موهبة النبوة، ومسح بواسطة صموئيل النبي وصار اسمه مسيح الرب، وأصبح له احترام وهيبة ووقار، لدرجة ان داود النبي كان بيخاف يمد ايده عليه، يقول حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب. طب يا رب وتدي هذا الانسان جمال في الصورة وقوة في الجسد وموهبة نبوة ومسحة مقدسة، يقول لك تكافؤ الفرص، اديله كل حاجة ونشوف هتعمل معاه ايه. ياريت كل واحد يشوف ايه عطايا الله اليه، وهل هو مشي فيها كويس ولا لا. كل عطية صالحة هي من عند الله، لكن في ناس بيستغلوا المواهب استغلالا رديئا. ربنا يدي واحد قوة جسدية يستغلها استغلال رديء، ربنا يدي واحدة جمال في الوجه في الصورة تستغلها استغلال رديء. ايه مواهب ربنا اللي ادها لك وكيف تسلك فيه؟ كمان لو ربنا ادك سلطة، السلطة دي تمشي بيها تحت ادارة الله وتحت مشيئته، ولا تمشي بيها لوحدك؟ المشكلة الاولى لشاول الملك انه اراد ان يكون مستقلا عن الله، مستقل عن الله يعني يمشي على كيفه. دي مشكلة شاول، عشان كده تعب في حياته واخطأ. هو اول ملوك بني اسرائيل وكان بداية سيئة، ولذلك لما ربنا بيتكلم على الملك بيتكلم عن داود وسليمان، لكن شاول ده انتهى. وكان من سبط بنيامين، بينما ربنا اختار سبط يهوذا لكي يكون سبط الملك، فلا من جهة شخصه ولا من جهة سبطه، وأولويته أولوية ملهاش قيمة. شاول ما كانش عارف ان ربنا هيوافق، يعني هيختاره لدي، وصمويل قبله وصب عليه من الدهن المقدس من المسحة المقدسة. بيقول اخذ صمويل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله،
وقال: أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا؟ صدقوني ده ربنا طيب خالص، طيبة عجيبة الواحد ما يدركهاش. انت يا رب عارف الغيب وعارف المستقبل وعارف ان الراجل ده لو بقى رئيس هيمشي غلط، يقول معلش اديله الفرصة ويسلك كما يسلك وبعدين نبقى نحاسبه. لما صب صموئيل الدهن عليه مهما كان، يعني عمل الروح يعمل حتى في أشر الناس لأن تنسب للروح. بيقول الكتاب في صموئيل الأول 10 عن شاول: وكان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر، وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم. ولما دخل في زمرة الأنبياء حل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم، حتى إنهم قالوا أشاول أيضا بين الأنبياء. يبقى أعطاله مسحة وأعطاله قلبا آخر وتنبأ وسط الأنبياء وحل عليه روح الرب. كل دي ميزات، لكن المهم كيف يسلك فيها. ربنا اداك ذكاء مثلا، وذكاء كبير جدا، كيف تسلك فيه؟ ربنا اداك حكمة، كيف تسلك فيها؟ ما أخيتوفل كان عنده حكمة، لكن كيف سلك فيها؟ وكان عنده ذكاء، كيف سلك فيه؟ العجيبة في الكتاب المقدس إن كثيرا من الموهوبين أصحاب المواهب أتعبتهم مواهبهم. أبشالوم أيضا كان جميل جدا في منتهى الجمال، وكان شعره طويل لدرجة كان يقص كل سنة يبقى وزنه ضخم، لكن أبشالوم سلك بطريقة خاطئة. كل موهبة بيديها لك ربنا عبارة عن مسؤولية تعطي عنها حسابا، عبارة عن وسيلة تستخدمها من أجل ملكوت الله. شاول كان بيستخدم مش من أجل ربنا، كان ذاته هي أهم حاجة. مش بس كده، ده صموئيل دعا الشعب كله وراهم شاول وقال لهم: أرأيتم الذي اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف كل الشعب وقالوا: ليحيى الملك. أول مرة نسمع عبارة ليحيى الملك. قالوا على مين؟ على شاول. يحيى، يحيى، بس هيحيى ازاي؟ يحيى يعني يعيش، هو عايش لكن يعيش ازاي؟ وعمل له حفلة في المصفاه وحفلة في الجلجال، والناس فرحوا وانبسطوا وذبحوا الذبائح وانبسطوا بهذا الملك. هنا وأقول عبارة جميلة جت في الكتاب المقدس، وهي: نهاية أمر خير من بدايته. ليس المهم كيف يبدأ الإنسان، إنما كيف ينتهي. شاول بدأ بداية عجيبة جدا، عبارة عن شخص قوي ودخل في حرب وانتصر وجات له النبوة وحل عليه روح الله والناس فرحوا بيه وهتفوا ومشي وراه، وبان ان صموئيل اخذ مكانا جانبيا وبقى شاول هو اللي في الصورة. لكن مع ذلك ظل صموئيل له نفس الهيبة والوقار بالنسبة لشاول. شاول كان ملكا على كل الشعب ما عدا صموئيل، كان يخاف منه
وكان صمويل ممكن يوبخه يقول له ازاي تعمل كده ويرتعد امامه، وكان يطلب بركة صموئيل واذا ما منحوش البركة يتعب. ظل صموئيل يمثل الحكم الالهي وشاول يمثل الحكم الارضي، حتى بعد ما ظنوا ان الحكم الالهي ده انتهى فضل صموئيل له هيبة رجل الله. عبارة رجل الله دي عبارة جميلة، يعني أليش عن النبي مثلا كان لقبه رجل الله، الرجل بتاع ربنا، ملهوش وظيفة خالص في المجتمع. المجتمع فيه ملوك وفيه ناس كبار وفيه وظائف، لكن أليش اسمه رجل الله، دي كانت وظيفة كبيرة. هكذا ظل صموئيل بهذا الشكل. ربنا بيدي مواهب وبعدين بيختبر الناس، بدأ في اختبارها أن يوبخ الملك، وإيليا كانت له هيبة رجل الله التي يستطيع بها أن يوبخ الملك آخاب، ويوحنا المعمدان كانت له هيبة رجل الله التي يستطيع بها أن يوبخ الملك هيرودس. رجل الله دي حاجة تانية. كيف يصير الإنسان إنسان الله بتاع ربنا اللي يستطيع أن يوبخ؟ هو تفتكروا رجل الله يعني لازم يبقى راجل؟ لا، يعني الإنسان بتاع ربنا أبي جايل استطاعت انها توبخ داود النبي والملك، بس بأدب وبذوق، لكن وبخته ومنعته عن اتيان الدماء وارشدته الى الحق. دي صفات رجل الله اللي اتصف بها صموئيل. شاول معتز بمركزه، انا الملك ممكن اعمل، ممكن اقدم ذبيحة، لا، كل واحد ليه حدود، شاول جاوز حدوده. تاني حاجة، لما جم دخلوا في الحرب بتاع عماليق، ربنا قال له لما تخش في الحرب تخلص على الكل ولا تبقي أحدا، دي كانوا ناس وثنيين ولا غنم ولا بقر. قال إن هو استبقى الغنم والبقر هل يقدم بهم ذبائح. ليه تعمل كده؟ ما ربنا قال لك لا. قال له عشان اقدم بها ذبيحة. قال له الآية المشهورة، الطاعة أفضل من تقديم الذبائح. الطاعة أفضل من تقديم الذبائح. وبرضه سمح بأن يبقى أجاج ملك عماليق. مشكلة شاول انه بيمشي بعقله، مش بيمشي بوصية ربنا، بيشتغل زي ما عايز. بعد كده ربنا رفضه لانه ما بيطوعش الكلام. وبدأ ربنا يختار داود ومسح داود. كان شاول ايضا من النوع المتهور اللي ممكن انه يصدر اي امر او يقسم اي قسم ويطلع مش مظبوط. فلما دخلوا في الحرب قال لهم خلوكم ما تاكلوش وملعون اقسم، وقال ملعون كل من ياكل الى المساء. كان ابن ونسان معاه واتسحلب ومشي كده لغاية لما استطاع ان يعمل انتصار ورجع معية، فلقى عسل نحل موجود اخد منه وكل فانفتحت عيناه. فقال له يا يونسان انت ابن الموت، هتموت يعني هتموت، جرالك ايه؟ الشعب وقف كله ضد شاول.
تصوروا انه هو ما عندوش مانع يموت حتى ابنه. وحكاية لما واحد يقسم قسم ويطلع مش مظبوط تورينا ان الانسان في تعهداته في اقسامه في نذوره لازم ياخد باله من نفسه. ياما الناس بسرعة يندر ندر او يقسم قسم او يتعهد تعهد وبعدين ينضر مندي. وهو ايه اللي ضيع هيرودس الملك امام يوحنا المعمدان؟ تعهداته وقسمه وان مهما تطلب منه هيرودية يعطي. فكانت النتيجة طلبت رأس يوحنا المعمدان. يعني في ناس في اقسامهم في تعهداتهم في قراراتهم في ندورهم بتكون حاجة مش مظبوطة. اهو شاول الملك كان هيقتل ابنه يوناثان من اجل هذا الامر. بيقول ايه؟ عشان اخد شوية عسل. قال شاول هكذا يفعل الله وهكذا يزيد، انك موتا تموت يا يوناثان. ده كل دي قبل ما داود يخش بالخط. هكذا يفعل الله وهكذا يزيد. والعجيب استخدام اسم ربنا في الحاجات دي. زي واحد يقول للتاني ثلاثة بالله العظيم لموتك. طب وإيش دخل ربنا في الموضوع ده وإن هو يموته؟ يموته ازاي؟ اسم ربنا ساعات بيستخدم استخداما خاطئا. ومش بس كده، ده يقول هكذا يفعل الله وهكذا يزيد. انت مالك بيفعل الله دي؟ ما تسيب ربنا يفعل زي ما عايز. شاول كان متهور. كل ما افتكر القصة دي بتاعت يوناثان لما كان معية واخد من عسل النحل افتكر ايه فوائد عسل النحل للصحة. انا مرة قريت كتاب بحاله عن فوائد عسل النحل. ان شاء الله ابقى اقول لكم شيئا من هذا الموضوع، بس ما نخرجش من شاول ونخش في العسل. خلينا كده. ربنا اختار شاول يبقى ملك، لكن شاول لم يسلك حسنا وبعد كده رفضه الرب. مش بس رفضه الرب، وبغته روح رديء من قبل الرب. قبل الرب يعني ربنا اعطى لهذا الروح سلطانا عليه. عجيب ان انسان بعد كل هذه المواهب يصل الى هذه النتيجة. لدرجة ان صموئيل بكى عليه. فربنا قال لصموئيل لماذا تنوح على شاول وانا قد رفضته؟ سيبك من هذا الرجل الطويل الضخم الجميل الصورة، تعال انا ابعتك لبيت يسى البيت لحمي علشان تختار عيل يكون اقوى من هذا الرجل الكبير. طبعا لما داود وقف قصاد شاول كان حاجة كده مصفصطة كده، حاجة يعني صغير كده قصاد الرجل الضخم. داود لما دخل في الصورة كان جولياط الجبار راجل كبير، وشاول الملك اللي راح له راجل كبير، وداود كان في الوسط ما فيش حاجة خالص. لكن هو ده اللي ربنا هينفذ به مشيته. لما جت في حرب جولياط كان شاول خايف والشعب كله خايف، وإليا آب أخو داود الكبير برضو كان خايف. اللي ما كانش خايف هو داود الصغير، عشان كده الحكاية ما تتخدش بالمنظر. شاول كان كبيرا في قامته،
وكان كبيرا في مركزه انه ملك، وكان ليه اختار 3000 جندي يكونوا ماشيين معاه، 2000 يصحبوه و1000 مع يونس. ولكنه كان صغيرا امام صموئيل، وكان صغيرا امام داود. كان يشعر بانه امام صموئيل امام رجل الله ما يقدرش، وكان يشعر امام داود ان داود فيه روح الله فما يقدرش، يحاول يقتله لكن ما يقدرش. الله لم يعطيه سلطانا عليه. وكان شاول صغيرا امام نفسه، كان صغير امام صموئيل وصغير امام داود وصغير امام نفسه. كانت تأتي اوقات يحتقر فيها نفسه. يمكن الانسان يقدر يحتمل احتقار الاخرين، لكن ما يقدرش يحتمل احتقار نفسه لنفسه، اصعب حاجة. كان امام نبل داود بيسقط في عيني نفسه، وقال له انت ابر مني، انت ابر مني، انت جازيتني خيرا عن الشر، نفسي كانت في ايديك ومرضتش تمسها. وقال له انا اخطيت. عجب ان الجبروت العالمي يقف ضعيفا امام النبل الروحي اللي موجود من جوه. الانسان لا يقاس بقامته كما كان يقاس شاول، ولا يقاس بمركزه كما كان يقاس شاول، لكن يقاس بنبله وقوة قلبه من جوه. شاول اخذ الملك، وبعد حكاية جوليات والنساء لما هتفوا لداود، بدأ الحسد يدخل الى قلبه، وبدأ الحسد يحطمه من جوه. مشكلة شاول توريكوا ان خطية توصل لخطية توصل لخطية، لغاية ما الحكاية تتعقد جدا. غيرته من داود وصلته للحسد، والحسد وصله للحقد والعداوة، وبقى ينظر داود ويعاينه كل يوم يشوف رايح فين، وبعدين اوصله الى الاعتداء ومحاولة الضرب والقتل، ويضرب بالسهم عايز يموت داود. ايه الحكاية دي كلها؟ ومطاردته من حتة لحتة. وكل هذا كان في مشكلة اخرى مع شاول، هي الجهل. طب ما دام داود ده ربنا اختاره، انت هتقدر عليه ازاي؟ ما دام ربنا اقامه ملك، انت هتقدر عليه ازاي؟ ما دام ربنا هو اللي بينجح طريق داود، يبقى انت هتقاوم الله. ظهر ان شاول كما لو كان يريد ان يقاوم الله، ابتدى الشر اللي فيه ينتشر حواليه. فقال اجوزه ميكال لكي تصير له شركة، يعني يجوز بنته عشان تتسبب في قتل زوجها. وقال لي يوناثان، قال له لازم تقتله. تقتله ليه؟ هو ده اللي هياخد الملك منك ومن عيلتك. بدأ يكلم عبيده ويقول لهم تقتلوا داود. فبدأ الشر بعد ان كان داخله ينتشر شيئا فشيئا. يوصي عبيده ضد داود، يوصي بنته ميكال انها تخون زوجها داود وتشوف طريقة لقتله، يوصي ابنه نسان ان يقتله، هو نفسه يضرب. اصبح ما فيش في مخه غير حاجة واحدة، ازاي يتخلص من داود. طب ده داود دي حكاية بتاعت ربنا، انت هتقف قصاد ربنا؟
ربنا ما كانش في مخ شاول، اللي في مخه الملك والوراثة وداود وزي يتخلص منه. تصوروا داود كان بيدافع عن شاول ويهديه من الروح النجس اللي عليه وهو عايز يموته. بيموت مين؟ الشخص اللي بيهديه وبيضرب له على العود وبينقذه. حينما فسد شاول من الداخل فسدت كل تصرفاته من الخارج. عاد صموئيل وعاد داود وعاد الله نفسه، وربنا ذهب روحه من عند شاول وبعت له روح رضيع يتعب وفقد أعصابه فبقى يهيج ويضرب، وفقد أسرته وفقد مصداقيته. يا ما وعد داود وقال له خلاص مش أقرب عليك يا ابني، ويقرب عليك تاني ويجري وراه، اتلخبط كله من أوله لآخره. وبعدين انتهى أمره أنه بدأ يستشير الجان، بينما كان مانع الجان. حكاية الجان دي، الجن دي ترجمة عربية، لكن احنا ما عندناش غير ملائكة وشياطين. لكن حكاية الجان دي، كلمة الجان دي انا قعدت ابحثها بحث شديد جدا، واتصلت بأساتذة في اللغة العبرانية علشان يقولوا لي كلمة جاندي جت منين، وشفت الترجمات الإنجليزي بتاعتها. الترجمة الإنجليزي في صمويل الأول 28 يقول familiar spirits، يعني أرواح مألوفة. وبعدين سألنا البعض قالوا دي تبقى يمكن أرواح تحت الأرض، طب ما شياطين برضو استخدامه للجان دي. قصة شاول في إنه راح للساحرة أو العرافة بتاعت عين دور، قصة فيها كلام كتير. ناس كتير قالوا ما ظهرلوش صموئيل وهي ما تقدرش تحضر أرواح وما تقدرش تجيب صموئيل، والقصة فيها كلام يتاخد. يعني أول ما راح لها شاول الملك ما كانتش عارفة إن هو ده كفاية طوله، ما فيش حد بالطول ده غير شاول. وبعدين قال لها هاتيلي صموئيل علشان اكلمه. هو كان فقد صموئيل ومن ساعتها ما بقاش يقابله، حتى اخر مرة لما قدم المحرقة صموئيل شخط فيه وزعق له فقال له معلش باركني، رفض يباركه. فمشي صموئيل راح شد ثوب صموئيل تمزق في ايده، صموئيل قال له ربنا هيمزق مملكتك، ومن ساعتها ما بقاش يشوف. ومات صموئيل وهو غير راضي عنه. مشكلة ان شاول يموت رجل الله وهو غير راضي عنه. مهما كان ملك حاول انه يكلم روحه بعد وفاته ومش طايله. ربنا لا بيكلمه بالاحلام ولا بيكلمه بالرؤى ولا عن طريق الكهنوت، ولقى نفسه ضايع فقال ادور على روح صموئيل يكلمه. يكلمه ازاي؟ عن طريق الجان. العجيبة ان المرأة دي الساحرة قالت له كلمة لو هو عنده يعني ادراك لمعنى هذه الكلمة كان يفهم معناها. هو تنكر وراح لها، فقالت له المرأة هو إذا أنت تعلم ما فعل شاول
شاول الملك كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض، فلماذا تضع شركا لنفسي لدمتها؟ فحلف لها شاول بالرب قائلا حي هو الرب إنه لا يلحقك إثم في هذا الأمر. عجيبة ان هو بيستخدم اسم ربنا كتير وهو ما يعرفش قدسية هذا الاسم. يستخدم اسم ربنا في يقول له يونسان لازم تموت، ويستخدم اسم ربنا مع هذه الساحرة، بيستخدم اسم ربنا وهو مش عارف ايه الحكاية دي. الكتاب بيقول فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم وكلمت المرأة شاول قائلة لماذا خدعتني وانت شاول؟ فقال لها لا تخافي. قالت المرأة لشاول رأيت آلهة يصعدون من الأرض. فقال لها ما هي صورته؟ فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل فخر على وجهه الأرض. هي ما قالتلوش انه صموئيل، وهو ما شافش صموئيل، دي العرافة قالت له انا شايف آلهة صاعدة من الارض. ولو كانت هي بتحضر روح صموئيل كانت عرفت انه صموئيل، وكانت فرحت ان يعني قدرت توصل للي هي عايزاه، ما كانتش تصرخ بصوت عظيم وترتعد وتخاف وتقول ارى آلهة. الكلام اللي بيقول الكتاب ان قاله له صموئيل ده او اللي اخذ شخصية صموئيل مش كلام جديد، كنا نقول له شق الله المملكة عنك دي معروفة من قبل كده، واعطاها لقريبك داود ده الكلام ده اتقال له قبل كده، لانك لم تسمع لصوت الرب ده اتقال له قبل كده ومعروفة، وحكاية عماليق معروفة. وبعدين يقول له هتنهزم. هنا كلمة لو واحد يشوفها يلاقي لها معنى كبير، بيقول له هتنهزم في الحرب وغدا أنت وبنوك تكونون معي. معي هو معقول شاول هيبقى مع صموئيل بعد ما يموت؟ ده مستحيل. ده إبراهيم قال للرجل الغني بيننا وبينكم هو عظيمة، لا أنت تقدر تيجي عندي ولا نقدر أروح عندك. غالبا اللي ظهر لشاول ده كان روح من الارواح، ربما الشيطان اخذ صورة وكأنه صموئيل. لكن شاول كانت نهايته. العجيب في نهاية شاول، اول مرة اسمع في الكتاب المقدس عن، انتوا عارفين في ناس بيحرقوا أجساد الموتى، أجساد حبايبهم يعني مش عدوين ليهم، يعني غاندي وكان الزعيم بتاع الهند كلها والأب الروحي لما مات حرقوا جثته، ده عادة عندهم وإيمان عندهم. شاول أول واحد اتحرقت جثته لما مات في الحرب. لما مات في الحرب أعداؤه في الحرب وهم بيفتشوا في القتلة لقوا شاول وولاده الثلاثة، فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وإيه تاني، ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروت بيت الآلهة بتاعته، وسمروا جسده على سور بيت شان. إيه يا رب البشاعة اللي مات بها شاول، اتقتل هو أعية وما قدرش وشعر بقى بآلام الموت ودوخان الموت، فسقط على سيفه وخلى واحد يدوس عليه، يعني كأنه دخل في جزء من الانتحار. وبعد ما مات أعداؤه أخذوه وقطعوا راسه وسمروا جسده على سور المدينة، وأخذوا سلاحه وحطوه في معبد الأوثان بتاعتهم.
السلاح ده اللي مسكه داوود وقال ما اقدرش امد ايدي الى مسيح الرب، وقال له ابعت واحد من جنودك ياخده. وبعدين الناس اصحابه بقى السكان يا مش جلعاد سمعوا باللي حصل، فقام كل ذي بأس وصاروا الليل كله واخذوا جسد شاول واجساد بنيه عن سور بيت شان وجاءوا بهم الى يابيش واحرقوها هناك واحرقوها واخذوا عظامهم ودفنوها تحت الاثلة وصاموا 7 ايام. وداود كافأهم لانهم اهتموا بانهم اخذوا جسد سيدهم. وشاول وجد نفسه ضاع في حياته وضاع في وفاته وضاع في ابديته. العجيب في هذا الامر ان مثلما كان شاول بهذا الشر، ابن يوناثان كان من انبل الشخصيات التي عرفها التاريخ ومن اكثر الاصدقاء وفاء واخلاصا وحبا. ابوه كان مليان من الحسد من جهة داود، ويوناثان كان مملوءا من الحب من جهة داود. ده شاول الملك كان خايف ان اولاده لا يملكون من بعده والملك اتجه لداود، واولاده اللي خايف عليهم لا يملكون هم اللي كانوا بيحبوا داود. يوناثان خلع جبته واداها لداود وسلاحه واعطاه لداود وعمل عهد بينه وبينه واحبه اكثر من نفسه. يوناثان ابن شاول لم يكن في الخطية او الشر اللي عاش فيها شاول. يعني احنا نلاقي في التاريخ انواع من الناس، نلاقي قديس اولاده قديسين، ونلاقي قديس اولاده خطاه زي صموئيل النبي اولاده كانوا وحشين، وزي مثلا اسحاق كان له ابن عيسو ابن وحش. ولكن نلاقي شخص شرير ابنه قديس، اهو ده شاول شرير وابنه قديس. لم يأخذ القداسة بالإرث عن أبيه لأن أبوه كان رجل وحش، ولم يأخذ القداسة بالقدوة الصالحة من عيلته لأن أبوه كان إنسان وحش وعليه شيطان وعايز يقتل في الناس. ده حتى ساعة الحرب اللي انتصر فيها يوناثان وكان شاول عايز يموته، نلاقي كلمة عجيبة هنا. يوناثان لما أخذ من العسل واستنارت عيناه قال يوناثان قد قدر أبي الأرض. انظروا كيف استنارت عيناي، قال له قدر الأرض يعني زعل الناس كلها. طب ما كان يخليهم يأكلوا وياخدوا قوة ويحاربوا بيها، يخليهم جعانين طول النهار ويحاربوا. قال أبي قد قدر الأرض، انظروا كيف استنارت عيناي، فكم بالحري لو أكل اليوم الشعب من غنيمة أعدائه التي وجدوه. أما كانت الآن ضربة أعظم إلى آخر. الشعب كان مع يوناثان لكن ما كانش مع شاول. يوناثان كان شخصية نبيلة، قلبه تنقى من الحسد والغيرة فعاش في الحب والوفاء. يوناثان كان من النوع الذي لا يقبل الشر ولو من أبيه، فلما أبوه أراد أن يقتل داود قال له لا، لا يخطئ الملك، ما تخطئش إلى دم بريء، ده داود كان كويس بالنسبة لك. يعني استطاع انه ينصح ابوه ويقول له اللي انت بتعمله غلط. ابوه نوبة حب يضرب السهم ويقتله.
يوناثان كان بينقذ داود من خطأ أبيه. يوناثان يمثل الصديق المخلص المحب النقي الذي لا يضر صديقه، يمثل الشخص الذي لا شهوة له في الملك أبدا ولا يحب العظمة، لذلك لم يدخل الحسد إلى قلبه. يمثل الإنسان الذي عاش نقيا على الرغم من أن البيئة التي كان فيها لم تكن نقية. كان هو أمير ابن ملك، لكن كان يحب أن داود يبقى هو اللي في الصورة. ممكن يختفي لكي يظهر داود. لذلك لما مات داود رثاه رساء عجيب وقال له: قد تضايقت عليك يا أخي، يا أخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء. جايز محبة النساء فيها جزء جزداني، لكن محبته ليوناثان كان كلها محبة روحية، وكان أحسن ليه من الأخ. قال له: تضايقت عليك يا أخي يوناثان. طب داود له أخ اسمه إلياب، وكان إنسان وحش ومتعب، لكن يوناثان صديق أعز من الأخ وأعظم. نيح الله نفسه في فردوس النعيم ونفعنا بصلواته. اتفضل. محبة الله